امبارح شفنا يوم عظيم من ناحية التنظيم، شفنا يعني يوم مفهوش فعلا غلطة. شفت التنظيم ده ازاي وايه رؤيتك لده؟ خليني اقول لحضرتك الاول انه الامبارح هو يوم مربوط بايام كتيره كانت قبله، يعني يوم مش منفصل ابدا عن 10 سنين من يونيو 2014 لما الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى الرئاسه. لما بتشيري الى انه يوم ما فيش فيه غلطه، اللي هو انه ده الطبيعي، يعني ده نتاج نظام بيشتغل طول الوقت على التفاصيل، وبيشتغل طول الوقت على انه يبقى بيصدر صوره للجمهوريه الجديده. يعني انا رايح بادي اليمين في العاصمه الاداريه الجديده في المبنى الجديد للبرلمان المصري، فالاداء نفسه يتناسب مع هذه الفكره. بس عايز الفت الانتباه لنقطه مهمه جدا، انه في جزئين للحدث ده. انه الرئيس امبارح صحيح اتكلم عن خطه، لو بنتكلم على خطاب التنصيب يعني اتكلم عن خطه من 7 محاور للمستقبل. بعض الناس قالوا انه خطاب التنصيب كان مفروض انه يبقى فيه ما يشبه كشف الحساب عما مضى والحديث عن المستقبل، وده حصل بالفعل. يعني مش هتقدر تعزيل اللي حصل امبارح عن مؤتمر حكايه وطن اللي هو الرئيس أعلن في نهايته ترشحه للانتخابات الرئاسية، لأنه هو كان عامل ما يطلق عليه كده تجريدة ل10 سنوات. يعني إيه اللي اتقدم؟ إيه التحديات اللي كانت موجودة؟ الدولة قدرت تشتغل على إيه بالظبط؟ أنجزت إيه؟ لم تنجز إيه؟ إنه فالمسألة مكتملة بحدثين كبيرين، اللي هو المؤتمر بتاع حكاية وطن، ثم امبارح لما الرئيس اتكلم عن المستقبل. ده اللي هو بيقول ايه، انه المنهج بتاع الدوله المصريه الان هو منهج متصل، يعني مش كل حاجه لوحدها زي ما بيقولوا، ولكن لا، في رؤيه شامله طول الوقت بيتحرك بيها هذا النظام. بساطه اليوم، وهنا نقدر نقف عند نقطه مهمه جدا، لانه هو كل ما تقوم به الدوله المصريه الحقيقه في حاله من التربص جاهزه كده. فكان قبل هذا اليوم ناس كتير متوقعه او متربصين بخطاب انهم يتكلموا عن الفخامه بتاعه اليوم، عن تفاصيل الاسراف بتاع اليوم. فاذا بي انه هنا بقى المسؤوليه الوطنيه، انه واعتقد انه ده كان قرار من الرئيس بشكل مباشر وبشكل واضح، لانه التصور انه لما يبقى في تنصيب رئيس دوله زي دوله مصر فلازم الحدث يبقى كمان قد ده 10 مرات بالظبط. لكن اختيار انه الحفل يكون بهذه البساطه، انه زي ما الرئيس قال انه هو هيروح البرلمان، هيؤدي اليمين الدستوريه، هيزور النصب التذكاري، هيرفع العلم وينتهي الامر. لانه هنا القيمه في الحدث نفسه، التنصيب، مع مراعاه يمكن ما يحدث في غزه، انه فيبقى المساله بعيده عن اجواء احتفاليه متناسبة أيضا شوية مع الظرف الاقتصادي اللي الناس بتمر بيه. فأنا شايف حتى أنه إخراج اليوم بهذه الصورة في شكل من أشكال المسؤولية الوطنية بشكل كبير.